هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا، ادعو إلى الله فلعل الذي تدعوه يفعل، انت ما تفعلش، انما اشعت واحد انه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عملية جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال، الرجل كان سمعه، قال اللهم انك تعلم اني عصيك، والله اقرار كويس امام ربنا، ولكني احب من يطيعك، فاجعل حبي لمن اطاعك شفاعة لي في معصيتي. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي، حتى ما بيصليش يبقى داعي الى الله ولا مش داعي الى الله؟ يبقى داعي الى الله. كل خصلة خير يشعها في الايه؟ يشعها في الناس.